شوفوا هذا الموضوع اللي راح نتكلم عنه مع بعض وراح نسولف مع بعض فيه هو عبارة عن اطراقات راح تجينا، اطراقات راح تصحينا، اطراقات راح توعينا على امور احنا للاسف ممكن غافلين عنها او ممكن نعرفها بس معطينها طاف، وهذا الشيء لابد ان احنا يعني ننهض فيه ونعرفه عدل بحيث ان نقوم ونجتهد ونسعى ونسوي كل شيء عشان حلم انا حلمت فيه والناس للاسف اللي حولي قالوا ما تقدر حتى انك انت تحققه لانك انت عايش بظروف جدا صعبه. هذا واحد من الناس ولد وهو كفيف، طلع من بطن امه وهو ما يشوف كفيف، فهذا شيء اساسا كفيل بانه هو يحطم هذا الطفل اللي ولد كفيف، يحطم فيه الامل، يحطم فيه كل شيء، يحطم فيه احلامه، يحطم فيه كل امنيه هو كان يتمناها. وهذا الطفل كان صعب جدا 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 بأنه هو يختلط مع الناس ويتعايش معهم ويسولف مع هذا ويطلع مع هذاك ويكون صداقة، كان صعب جدا. ليش؟ لأن الناس تشوفه بأن هذا الإنسان هو عبارة عن شخص ناقص. طبعا هذه بنظرة الناس المعفنة، بنظرة الناس اللي عقولها سيئة جدا، إذا شافت بإنسان عيب فتعتبره بأن هذا الإنسان هو إنسان ناقص، وهو أبدا ما راح يكون ناقص. بالعكس، أحيانا أنت لما تبتلى بشيء، لما الله سبحانه وتعالى يعطيك شيء ناقص فيك، هذا ما هو ناقص، بالعكس ممكن هذا تكون قوة بأنك أنت تبهر الناس وتكتب التاريخ أنك أنت إنسان رغم الظروف اللي حاطتك إلا أنك أنت ناجح، إلا أنك أنت سعيت ووصلت حق اللي أنت تبيه. بعد ما كبر هذا الطفل الكفيف قامت تيه بعض الأسئلة من الناس اللي حوله، من أهله ومن أصدقائه من أقاربه، قاموا يسألونه شنو أنت حلمك، شنو تبي تصير لما تكبر أكبر بزيادة، شنو تبي تكون بعد ما تخلص أنت دراستك، وين أنت تشوف نفسك، وين تشوف حلمك، وين بيوديك، مع أن أنت ممكن تكون ما خلاص يعني ترضى بالأمر الواقع اللي انت عايش فيه، بأنك انت انسان كفيف وهذا الظرف كفيل بأنك انت خلاص تسعى لأمر معين وتوقف عند هذا الأمر وتقول سلام عليكم وعليكم السلام. لكن هذا الشاب الكفيف كان عنده حلم، وبمجرد ما يقول هذا الحلم كانت الناس اللي حوله كلها تضحك عليه. انت شلون بتحقق هذا الحلم؟ شنو حلم هذا الشاب الكفيف؟ حلمه بأنه هو يتخرج من الثانوية ويدخل الجامعة تخصص الطب، ويتخرج من هذا التخصص ويكون دكتور، يكون طبيب. الواقع يقول هذا الشيء مستحيل، الواقع يقول هذا الشيء ما يصير، انت شلون تبي تدرس طب وشلون تبي تصير طبيب ودكتور وانت اساسا ما تشوف، وانت اساسا كفيف ما تشوف، شلون بتصير دكتور، شلون بتشخص الحالات، شلون بتشوف الحالات، شلون بتقول حق الانسان هذا انت فيك علة، فيك واحد، فيك اثنين، فيك ثلاث، ما يصير. الواقع والمعطيات تقول عكس هذا تماما. في يوم من الايام جلس هذا الشاب مع والده، خلونا نقول كجلسة مصارحة بين الاثنين، والد هذا الكفيف يقول له يا يبا انت شلك بعور الراس، انت قاعد تحط نفسك بمواقف انت غني عنها، انت يا يبا عندك حدود معينه وما تقدر تتعداها وتخطاها، يا يبا انت انسان الله سبحانه وتعالى ممكن اخلقك بهذه الطريقه عشان خلاص يعني ما اقول لك تستسلم لظروف الحياه، ولكن خلاص تعرف حدودك، تعرف انت وين تقدر تروح وين تقدر تيجي. طبعا هذا الاب اللي كان جدا خايف على ولده كمان ما كان يقول له هذا الكلام علشان يحبطه، لا بالعكس كان يقول له هذا الكلام عشان بالتالي لا تجي له الصدمه الكبيره ويطيح من طوله. فوالد هذا الكفيف كان صريح جدا مع ولده، هذا الشاب الكفيف وهو قاعد يسمع كلام ابوه دمعت عينه، كان يغير الاب كلامه 180 درجه. وشوفوا شلون الكلمه الجميله، الكلمه الطيبه المحفزه تصنع من الانسان من لا شيء الى شيء جدا عظيم وجدا كبير. فقال هذا الاب الذكي حق ولده الكفيف، قال شوف يا يبا انا ادري انك انت عندك حلم جدا كبير وضخم وتسعى انك انت تحققه، انا معاك باللي تبيه بس في امور معينه لازم انك انت تستوعبها، انت لابد انك انت تستوعب انك انت انسان غير عن الناس الثانيين، يعني الجهد اللي يبذله الإنسان العادي أنت راح تبذل جهد دبلات عشان توصل حق الشيء اللي انت تبيه. الدرجة اللي حققها الانسان العادي انت لازم تحقق هذه الدرجة ودبلاتها عشان توصل حق الشيء اللي انت تبيه. التفوق اللي يتفوقه الانسان العادي انت لازم تتفوق عليه دبلات عشان توصل حق الحلم اللي انت تبيه. الدراسة اللي يدرسها هذا الانسان انت لازم تدرس دبلات عن هذا الانسان عشان توصل حق الحلم اللي انت تبيه. الاب ما كان يخرع ولده، الاب ما كان يحبط ولده، الاب ما كان يكسر الامال اللي موجودة داخل قلب ولده، بالعكس كان الواقع بيقول انا معاك بكل اللي انت تبيه، لكن في واقع لابد انك انت تحطه قدامك وتمشي بهذا الواقع، لا تقص على نفسك وتشذب على نفسك كذبه وتصدقها وبالتالي تدش بالطوفه. كلمات هذا الاب التشجيعيه كونت من هذا الشاب شاب جدا مميز، شاب صعب جدا ان الحياه تهزمه في يوم من الايام. جمعيه رعايه المكفوفين لما سمعوا بهذا الشاب المميز، هذا الشاب المجتهد، هذا الشاب اللي عنده حلم واماني بيحققها، فساعدت هذه الجمعيه ووفرت حق هذا الشاب
الشاب الكفيف مقاطع صوتية لجميع المواد، يعني المادة الكتاب الكامل كانوا يسجلونه كفويس كصوت ويعطونه هذا الشاب بحيث أنه يسمع ويركز ويقدر يدرس ويجتهد. وفعلا هذا الشاب اجتهد، هذا الشاب تميز، هذا الشاب تخرج من الثانوية العامة بامتياز مع مرتبة الشرف. طبعا فرح هذا الشاب بهذا الإنجاز العظيم بأنه يتفوق ويتخرج من الثانوية العامة بامتياز مع مرتبة الشرف، وهذا الشاب كان يدري بأن اللي جاي أصعب جدا من اللي راح. هذا الشاب الكفيف المتفوق قدم لعشرين جامعة عشان يدرس الطب فيها، 19 جامعة رفضوا، 19 جامعة رفضوا هذا الشاب رفض قطعي. أنت شلون تبي تدرس معنا وأنت ما تشوف كفيف؟ عندنا اختبارات، عندنا تحاليل، عندنا وايد أمور، عندنا شغلات نحتاج أنك أنت تشوفها عشان تلمسها عشان تحطها عشان تسويها، شلون تدرس الطب وأنت كفيف؟ عشان كذي هالـ19 جامعة أبدا ما قبلت هذا الشاب حتى لو 1%. وبعد ما رفضت 19 جامعة هذا الشاب الكفيف نية حق الجامعة رقم 20 اللي كان الأمل فيها أمل القبول ضعيف جدا جدا جدا، لكنها قبلته لكن حطت لها شروط حق هذا الشاب، شروط تعجيزية، بأنه يحصل على درجات جدا عالية وما ينزل ولا درجة، بأنه يكون فائق طول السنوات، وبأن أي درجة ينقصها هذا الشاب الكفيف ينفصل على طول. أمور تعجيزية حطوا حق هذا الشاب، خاصة أنه هو يعني شيء جديد عليه، شيء أول مرة بيسويه، لابد أن يكون متساهلين، لكن هم كانوا يبون يطفشونه بس مو عارفين شلون، لكن يبون يطفشون الشخص الغلط، الشخص اللي عنده حلم، الشخص اللي باني أماني جدا كبيرة وكثيرة، والشخص اللي قاعد يقاتل بهذه الحياة عشان يوصل حق الحلم اللي يبيه. وبدأ هذا الشاب الكفيف المرحلة الجامعية وصارت دراسته أضعاف دراسة الطلبة اللي معاه. هذا الشاب عنده هدف ويبي يحققه، لكن المشكلة العظمى والكبيرة والضخمة اللي واجهت هذا الشاب الكفيف هي في بعض المواد، خاصة مواد التشريح اللي تحتاج إلى تفكير وذهن جدا كبير ورؤية واضحة ولمس ودنيا ولوية كبيرة عشان يعرف شو اللي قدامه. وأساسا في شغلات بالتشريح لازم تتحط في مواد معينة، وهذه المادة ممكن تكون حارقة، عشان كذي كانوا كل الطلبة يلبسون الجلافز الطبي إلا هذا الشاب الكفيف ما كان يلبس، بحيث أنه كان يعني كان يبي يحس خلاص أنا ما عندي رؤية، أنا مو قاعد أشوف، لكن بيدي أنا ممكن أحس بهذه المادة، أوكي هذه المادة حارقة، هذه المادة كذي، هذه المادة كذي، ممكن أنا أسوي وأحط وأموري كلها طيبة. وفعلا نجحت خطة هذا الشاب، صدق أن إيده تدمرت، صدق أن إيده احترقت، صدق أن إيده في وقت من الأوقات خلاص فقد حاسة اللمس، فقد حاسة أنه هو يقدر يجيس وأنه هو يحس، لكن كل هذه التضحيات في سبيل الحلم اللي هو يبيه ويبي يحققه. رغم المعوقات اللي كانت في طريق هذا الشاب الكفيف، رغم الصعوبات اللي كان يواجه هذا الشاب الكفيف، رغم كلام الناس المحبط لهذا الشاب الكفيف، لأنه هو تجاوز المرحلة الجامعية وتخرج هذا الشاب الكفيف بامتياز مع مرتبة الشرف، وكان ماخذ المرتبة الأولى على الجامعة كلها. وبعد ما خلص الجامعة عبالكم بس خلاص الحلم وقف؟ لا، حلمه جدا ضخم وكبير، أخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه، وصار فعلا هذا الشاب الكفيف اللي كانوا الناس يحبطونه، هذا الشاب الكفيف اللي كانت الناس تطنز عليه واللي كانت الناس تعايره واللي كانت الناس تضحك مجرد بأنه هو يقول حلم، هذا الشاب الكفيف فعلا حقق حلم، صار دكتور ودكتورة عظيم جدا جدا جدا. وهذا الشاب الكفيف صار أول دكتور في العالم يأخذ الماجستير والدكتوراه ويكون دكتور وهو كفيف. كان عنده حلم، كان عنده هدف، كان عنده شيء يبي حققه. تكفى أرجوك، أنت شنو عذرك؟ أنت شنو ظرفك؟ أنت شنو الظروف اللي أنت قاعد تعذر فيها اتجاه هذا الإنسان اللي كان كفيف وكان يبي يحقق حلم جدا كبير وحققه رغم الظروف اللي هو عايش فيها، رغم الظروف اللي كانت تحاوطه، رغم كل شيء اللي كان يحوشه من الناس؟ هذا الإنسان حقق المستحيل اللي كانت الناس تقول له بأن اللي تبيه أنت مستحيل، المستحيل ممكن حتى تثبت استحالته. هذا الدكتور الكفيف اسمه الدكتور ديفيد هاردمان، حول المستحيل إلى ممكن، ما تعذر بالظروف، ما تعذر بالمصيبة اللي هو عايش فيها، ما تعذر بالابتلاء اللي حاشه من الله سبحانه وتعالى، لا بالعكس، أخذ هذا الظرف وتعايش معه وتعامل معه وخلى هذا الظرف يكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى بأن اسمه يسجل بالتاريخ ويكون أول دكتور كفيف في العالم. إيه خلصت القصة وخلصت السالفة، وهذه كانت سالفتنا، وأتمنى كل واحد سمع هذه السالفة يخجل من نفسه بعد هذه السالفة. شنو عذرك؟ شنو الظرف اللي أنت تتعذر فيه بأنك أنت ما تقدر توصل حق الحلم اللي أنت تبيه؟ لا تقول لي أنا، قول بينك وبين نفسك، إذا كان عندك ظرف مثل هذا الإنسان الدكتور الكفيف فحتى أنت هذا ما هو عذر عشان تتعذر فيه عشان ما توصل حق الحلم اللي أنت تبيه. أنت عايش، اللهم لك الحمد، الله سبحانه وتعالى عطاك هذا اليوم تعيش بتفاصيل، الله سبحانه وتعالى عطاك هذه النعمة اللي عندك إياها، أنت عايش ببلد، عايش بوطن، عايش بين عائلة، عايش بصحة وعافية، اللهم لك الحمد. لا تتعذر بالظروف، لا تحط الظروف عائق قدامك بأنك أنت ما تقدر تحقق
تحقق الأحلام اللي أنت تبيها والأمال اللي أنت تسعى لها. اسمعني، لا تقول لي أنا ما أقدر أوصل حق الشيء اللي أنا أبيه. أنت تقدر، حط في بالك وسعى له وقرر من اليوم ومن هذه اللحظة ومن هذه الدقيقة بأن الشيء اللي أنا أبيه روح أصل له، مو بس غصبا علي، غصبا على كل الناس اللي حولي اللي يقولوا لي مستحيل بأنك أنت تنجز هذا الإنجاز اللي أنت تبيه. ممكن الناس تضحك عليك، ممكن الناس تضحك على حلمك، ممكن الناس تضحك على الشيء اللي أنت تبيه، لكن خلهم يضحكون، لأن في التالي إذا أنت حققت حلمك راح يجون تحتك، راح يصفقولك، يقولوا لك برافو، أنت إنسان حولت المستحيل إلى ممكن. ونقولها مرة ثانية وثالثة، المستحيل ممكن حتى تثبت استحالته. يا أحباب يعطيكم العافية، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بما أن احنا خلصنا هذه السالفة وسالفتنا اليوم كانت جدا جميلة ومحفزة، وأتمنى أنكم أنتوا استفدتوا، وأتمنى أن الأمور اللي أبي أوصلها وصلت وركزت بمخك وقلبك. وأبي منك وعد بأنك أنت من اليوم ورايح راح تشتغل على نفسك وتسعى لأهدافك ولحلمك ولأمانيك وتحققهم بإذن الرحمن، دامك أنت مع الله سبحانه وتعالى، ودامك أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى وبذلت الأسباب. الله سبحانه وتعالى أبدا ما راح يخيب ظنك، والله سبحانه وتعالى راح يعطيك على قد نيتك وأكثر. كنت معاكم أنا أخوكم فهد البشارة.